الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا إياكم صفحة صاد السي كتابة ألف وسيلة في شرح الفضيلة. هل كان ذا اختر لنا أسلوبا عادة أو توليدا أو وجوبا. صاد السيز داي؟ صاد السيز. صاد السيز. نص صاد السيز. بيش داوي قوتا نظر مفيد علمية بلقى. بالعلم في الجملة مفيدا آتي ولو بمبحث الإلهيات. باشا؟ مالك. كو نظر نظر الصحيح. بلقى. في الجملة مفيد يقينية بلقى. حتى لباب إلهيات إذا عقيدة اهل حقه. بالكم عندك اقول لي الهيه مفيدنينا في بدون عندك اقول نزا ها بدون معلم معصوم مفيدنينا دينا اقول مردود نقول نظام يعني مثلا سمانيات قلت اصلا ها مفيد يقيني هنينا اصلا مطلقا اه مردود بدا بالبداهات بالبداه مفيد يقيني اما كمفيد يقينيه ريكو ريكو افاده يقين شيء لشا لسات شسبيلا كي مفيد يقينيا اوكو النظر الصحيح يقين بالنتيجه اللي راه لازمت شلزومك لزوم عاديه توليديه عقليه اعداديه هل كان ذا جل اختر لنا اسلوبا او معترله اختر لنا اسلوبا اي ما مستطب ما اختيار بك اسلوبك هل كان ذا عادة او توليدا او وجوبا اوكو اه یقین به نتیجه لازمه لبو نظر صحیح آیا لزومه که عادتا نه یا تولیده نه یا وجوبه نه وجوبه نجو عقلی وجوب اعدادی تا چهار قول یک لونه اختیار بگه یک لونه حل بجیره حالید به؟ کدیاره قولی حل بجارتی و نابین وان چهار قولانه دا وجوبه عقلیه وجوب, وجوب عادی جهت گریت ابو وجوبه عقلی دی باشه اجام بشنا سر شرحي و جوابهو هنگو پیدا کریا پنج خطا تقریبا برنا رو رو بین او استفهام بودا هل کانا آیا, چ... آیا کش يیکل... کلوانایا کش کلوانایا و جوابهو جواب استفهام اوه هو انه ذهب الشيخ ابو الحسن الاشعری الى انه لزوم عادی لزوم بین نظر الصحيح و یقین به نتیجه لزوم که عادیه يعني فيخلق الله تعالى المعرفة بالمطلوب في نفس الناظري عقيب نظره الصحيح الذي لا يعقبه ضد العلم كالموت والغفلة والمنام بناء على أنه جرت عادته تعالى بخلق بعض أفعاله عقيب بعض باشا برضه. إمام أشعري يقول لزوم لزومك عادية عادت عادت بجنا فعل أكثرية دائمة كل لزوم وجوب تدر شنا يعني الله تبارك وتعالى علم بالنتيجة ذهن و روحا انسانی که نظره که انجام دای خلق تکت دا پشتی ویندی که نظره صحیحا که او انسان کرد خدا بو خلق کرد تا رو تا صحیح صحیحا تو که ضد علم جدا دودا نه هاته بیتا ها کابرا بلا فاصله وقتی نظر کرد بلا فاصله نمره بیتن یا یعنی عقلی و سره ندر کت داده یا خورا چوبید بیت نخواه جا اگم هشتا نظری وید کتن حال نظری دا او انسانی وید مریتن معلومه خواه علم به نتیجه خلق نو بیتن الذي لا يعقبه ضد العلم نظر كهوت ضد العلم بلا فاصله دو بلا فاصله ديگه نه؟ خدا يقين بو خلق تكت اگر نظر صحيح كر خدا يقين بمطلوب بو خلق تكت بو بنا ديكو عادات خدا هوتو جاري بو بعضك لأفعالي خوبشتي بعضك أفعالي ديكا خلق هر دافع خدا نه خلق نظر صحیح بو انسانی جو خدا کره خلقا علم ندی خدا دگر اجا اما باری تعالی او فعلا خو یا خلقا علم به نتیجی بشتی فعلا اول کو خلقا نظرا صحیح خلق کر و کچتو کل احراق عقیب مماست ناری و رای بعد شرب المائی و کچتو تماس آگیر باری تعالی خلق که بو کاغذی ها پاش احراق بو خلق تکتن شربة اوي بارك الله خلق بو باش تير اوي بو خلق اما وليس لهما مدخل في وجوب في وجود الاحراق والري اما خد ساجير او الشربة اوي دخالتك شنابويا لايجاد وخلق احراق الريادة من حيث الخلق دخالات شنابونا خو خود راني متعال ويتخلق فالكل واقع بقدرته تعالى واختياره هم مقدمات <متحدث> <متحدث> هم نتيجه واقع به قدرت خدا پی اختیار خدا هم مقدمات هم نتیجه مثلا هم مماست نار هم احراق با. هم شرب هم با هم رای وجری هم نظر صحیح هم علم به نتیجه همه باری تعالی بذات بز بی قدرت خود خلق کرده و اختیار خود فله ان یوجد المماست دون الاحراق و بالعکس خدا شیطان تماس آگیر خلق بکد احراق خلق نکد غذایی بی کیت نه آگیر داج خدا نه صوتی نیت بر عکس احراق خلق بکت تماس آگیر جهت شنا خدا احراق خلق بکت شیتن اجا و اذا تکرر صدور شیء منه فیقال انه فعله عاده اگر ها تو تشتک به زوری صدور و خدا تکرار بیده و اگر مرتبا مثلا بر خود دیده حتی وقتی تماس آگیر بود خدا احراق خلق زوریه زوری و تو هر چند به ندرت حرکت یا تماس تو احراق چنه بیده که باره حضرت ابراهیم دا اما بزوری هود و اگر تماس هبو خدا احراقش خلق کردن. بشن اوه علا خدا یا عادیه بشن اونه عادت عادت فی علا اکثری یا دائمیه که وجوب گدا چنه أما وإن لم يتكرر أو تكرر قليلا فيقال إنه خرق العادة أو فعله ندرة اجا تكرار نبتا وهي جار واقع ببتا يعني تكرار بتا أما جارة كدو جارة كيم بجن أو خرق عادة يعني بجن أو فعل خدا فعل على نادرة بل. آه تقول مثلا بجن أو كو حضرت إبراهيم بي آجر نسود خرق العادة تيجي هاشنا ولا شك أن العلم بعد النظر ممكن حادث محتاج إلى المؤثري خاشك شنينه علم به نتیجه پشتی نظر صحیح ممکنه واجب الوجود نینه واجب الوجود فقط خدای دا خو علم به نتیجه واجب الوجود نینه ممکنه حادثه تازه پیداد بیده تو نظری که پاشی پیداد بیده اگه واجب الوجود دا قدیم با ازلی با در که تازه پیداد بیده مادم ممکنه حادثه احتیاجی و مؤثری بیده سقوی فلاسیفه و اهل سنتش امكان جوايا حدوث جوايا، هادشي ممكن يحتاج محتاج ولا مؤثرة، معلومة ولا مؤثرة إلا الله، هيج مؤثرة شنّا إلا الله نبي مؤثر حقيقي، فهو فعله الصادر عنه اختياران، باسكو تويتان علم بنتيجه خلق علم في فعل خدايا قبل اختيار الخداوي الصادر، بوي. فلا وجوب في خلقه كما لا وجوب في خلق النظري، هيج وجوبك شنّا لخلق علم بنتيجه هذوك وجوب لخلق نظري سخ خدا واجب نبود نظر صحیح بوده خلق بکرد وقتی که نظر صحیح شد کرد خدا واجب نه علم لدشی خلق کرد شید خلق نکرد تو نظری جوید که صحیح سخرا کبرا مرتب دوید کرد هیچ اشکال اگشتی داد نه، اما علم لدشی خدا بوده خلق نکرد شید جواهادا مبنیون على اصله المقررینی او مطلبه مبتنی است دو اصلیت امام اشعری دو اصلیت ثابت وید اعتقاد أويا أن جميع الممكنات مستندة إلى الله تعالى إِبْتِدَاءً تواوي ممكنات استنادا بلا خدان متعال ابتداءا يعني شيء يعني أي إنه لا واسطة ولا مدخلية من جهة غيره تعالى لشيء في آخر بالتأثير يعني منزل أويا هيج تشتكي غیر خداوندی تبارک و تعالی تأثیر چنین نه لتشتایی دیگه دا سسبیل تأثیر ها ملحبا. هیچ واسطه ای که دخالت و تأثیری چنین تسبب و عادی بلا ها به وکو احراق تسبب اما دخالت و تأثیری و خلقی و ایجادی چنینه فقط خداوندی متعالی خلا تواوی ممکناتا چه تماس آگیری یا چه احراق هر دکا خدا بدون واسطه خلق دیگه هچن سبب که عادی و داننده. اما سبب عادیه. واسطه اعداديا عقلي نينا فليس النظر موجدا للعلم ولا توليد هناك كما عليه المعتزلة نظر صحيح خالق علمنا موجد علمنا توليد جديد شنينا كتوليد توليد مذهب المعتزلة شد بيجن حيث قالوا بتوالد العلم بالمطلوب من النظر وتوقفه عليه بيجن ولا علم بنتيجة متوالدة لنظري متوقفة لسر نظري حتى نظر نبيا علم مطلوب نابتا أجل نظر جهبو علم مطلوب واجب حتما هبيتن وإن النظر مخلوق للعبد مباشرة والعلم بالمطلوب توليدان بجن الله أما فرق وانشياء هندي نظر ده مخلوق عبدنا ها مخلوق خدانينا عبد مخلوق خدايا اما نظر صحيح مخلوق عبدي عبد بخو خلقتك بلي. علم بنتيجه عبد خلقتك فقال نظر صحيح مخلوق عبدي مباشره بدون واسطه بلي. علم بمطلوب مخلوق عبدي توليدا توليد اويا عبد الدفع اللي تنا فعل او يا اول موجب فعل او دوم بيتنا بجنا فعل دوم توليدي ذاك حركه اليد لحركه المفتاح بلي. حركة اليد مباشرة حركة المفتاح توليدا برا نظر نتيجة جهد معتقده ولا اعداده او قول مردود اعداد شنینه کما اع... علیه الفلاسفه تو که آمزه به فلاسفه اعداد چیه؟ من استناد الممکنات الهی تعالی بواسطه المعدات المتعاقبتی مشن همه ممکنات مستندن بولای خدا اما بواسطا اسباب معده که پشت سر هم دین زمینه چیتگن زمینی فراهم تکن فر ایجا خدا آنی تبارک ممکنه بیل ایجاب خلق تکن ایده حس کت حس دبیو ممکنه خلق اگر معدات آماده بون خدا واجب او ممکنه حتما خلق بکد جنومی را مجامعت کرد و القاء نطفی رحمی استقرار نطفی را رحمی دا هبو شرایط شکل گیری یا جنین هبو تازه معیدات آماده نه خدا بلی جنین خلق کرد اما ایده خدا بدون اختیار خلق کرد ایجاب مثلا تحقیق بیشن خدا خلق کرد جمهوری وان بیشن عقل عاشر خلق کرد كأن يكون النظر معدا للذهن في قبوله العلم بالمطلوب أو دجندا بجنب أرحالة الذهن إنسان نظر صحيح كير أو نظر صحيح ذهنه آمادات كير بويندك وقبول بكتن العلم المطلوب وقتك كو الذهن آمادة كير خدا بالإيجاب علم بمطلوب بخلق كير خدا مختارنين موجبة بالإيجاب بدون اختيار لي صادر تبيتن ما كنتش بدون اختيار احراق لاجر صادر تبيتن والعياذ بالله بدون اختيار لخدا صادر تبيتن كو خلق علم بالنتيجه بو انسانات كات حالي بونا دي اوا مخالفه اصلي اهل السنه اصل امام اشعري ابو جميع ممكناتا از جمله علم بالنتيجه كو ممكناتا كل ممكناتا استنادا بولا خدا ابتداءنا نواسطا توليدي هيا نا أصلًا بالذات مخلوق قدرانه وتعالى. وبهذا تم رد المعتزله والفلاسفه في اختلاء النظر للعلم بالمطلوب توليدا او اعدادا. الى دق ماذا بهذا الكلام مرات كذا بوعسله بوعسله ماذا بهذا الكلام مرات كذا. والثاني من الاصلين اصل الدوم او انه تعالى قادر مختار، يعني چه يعني إنشاء فعل وان شاء ترك. قادر مختار للتهواوي لخلق أه الهواوي ممكنات هذا، هذا قادر مختار إنشاء فعل وإن شاء تركه. قادر مختار لخلق التواوي ممكنات حادثة. كي يكيلون علم بالنتيجة، علم ممكنة و حادثة. <applause> من غير لزوم أحد الطرفين. بدون وي عند كي يكيلو طرف واجب واجبي. نفعل واجب، نترك واجبه. شيء فعلي بكيت شي تركي بكيت. <applause> شيء علم بالنتيجة خلق بكيت شي ترك بكيت. <applause> بس فلا وجوب عنه ولا عليه في خلق أي ممكن من الممكنات. ولا أي ملزوم ولا لازمه هيج وجوبك شنين عنه لخدا كو أما زبي فلاسفة بجن وجوب عنه يعني بجن خدا فعلي موجبة بدون اختيار في علي صادر تبيت وجوب عليه شنين كو أما قول معتزلات بجن وجوب عليه وياه وجوب عليه بجن خدا فعلي مختار الصفة حالة اختيار خدا وياه أما هندا تشتا خدا واجبا تبي حتما بك نكاد ممكن نينا نا بجن خدا حالة اختياري شنين بجون خدا لهندگ افعال خدا مختاره اما لهنده ایتش مختار مختار نه او تشنانه سخ خدا واجب نیدی لکه مثلا اگه نظر صحیح بو واجبه ایدی تازه دا بیتن علم به نتیجه بیتن برا احراق و النار دا اگه مماسط النار هبو واجبه دا بیتن احراق خدا, خدا خلق بکردن فرض کرد او وجوب علیهیه وجوب عنه معنی ایجابه وجوب عليه قبول کن خدا مختاره اما بجون ایرادا مختار نینه و واجب علی سر خدا بشولی بکردن

خدا اختیار چنینه. بله، اینجا بگیرین خدا خلق کرده، به واسطه عبد ده، منظور اوهیه ده، به الواسطه. عبد خلق کرد اما عبد که خلق کرده خدا خداوی خلق کرده، اما امام اشعریت بگیرین نه، خدا فاعل مختاره لطواب حوادثی ممکنه ده، انشاء فعله و انشاء ترکه. همه حوادثی ممکنه هودونه. مم. حتی علم به نتیجه پیشتی نظر صحیح، حتی احراق پیشتی مماست النار، حتی رعی پشتی شرب الماء، هیچ وجوبك چنینه، نه وجوب عنه، نه وجوبه علیه، لخلقه هیچ ممکنه ایلی ممکنه داده خلقا هیچ ملزوم و لازمه که ایده، مثلا ملزوم خداوی خلق کره، لازمی کلی را لازم دیده، سا خدا واجب نه خلق بکرده، شیط خلق بکرده، شیط خلق نکرده هل سواء كان اللزوم عاديا كلزوم الإحراق للناري أو عقليا جل لزومك عادي بيتان وكو إحراق بناري عقلي كلزوم العلم بالجزء للعلم بالكل آخر علم بكله اللي را لازم تتعلم علم بالجزء كان علم بكله كده بايدا كي كل ما كان جي تد علم اللي را بجزء لازم تد علم بكله علم بالجزء لازم تد پس علم به کل ملزوم علم به جزء لازمه یعنی که کسی که علم به کل بود سخدا واجب علم به جزی بو خلق بکته امام اشعری بجی نخی لازم نیست شد علم به جزی بو خلق نکرده البته اول ظاهر مذهبی و ها نخو اگه جی که لزوم عقلی هبی تحقیق مذهبی اشعری اوه نه والا واجبه لسر خدا واجبه که علم به لازم خلق بکته ملحبا. لازم ال... یعنی واجبه خدا لازم خلق که اگر لزوم عقلی بیدن بله او تحقیق مزه اما وجوبه که به اختیاره وجوبه که وجوبه که به اختیاره چون کل خلق ملزوم ده مختار بله. اما جری هم ظاهر مذهبی اشعری خونه بله. او قولا نسبت دنا ولای امام اشعری کو او لزوم نا و نه لزومه که عادیه حتی نابین بین به بنتیجی و نا نظر صحیحه بله. ما گو او منسوبه به امام اشعری اما قول خود امام اشعری نه قول امام اشعری حتی لزوم عقلی و کو امام رازی بله. میگم دخونه جراء الظهر ما يدخلون وبهذا يدفع ما ذهب إليه الفلاسفة من وجوب صدور أول موجود عنه تعالى تعالى عن ذلك علوا كبيرا وما ذهب إليه المعتزلة من إيجاب بعض الأشياء عليه تعالى على قاعدتهم من تحكيم العقل في الحسن والقبح بوا أصل جي دافعت تكلم فلاسفة قد بجن أول موجود بالإيجاب لخدا صادر تبيكو عقل أولا مثلا أو إمام بيجن ناخي برادر خدا لحمه حوادث ممكنة دا فعل او جو مذهب معتزله جي رد بي بجن بعض زي الاشياء لسر خدا واجبه بلا خدا فاعل مختاره اما هند تش سر خدا واجب أه قاعده برا ويندك عقل حاكمه برا حسن قول حسن قول بعقلينا منين هنا اخر نعم. جو بي, بي قاعده بجن والله هند تش سر خدا واجب مثلا واجبة مراعات اصلح بكت خلق اصلح بعد بك نعم. بلا كو قاعده ان ام بجن نخر هيك تش سر خدا واجب نينا خدا قادر مختاره ان شاء فعل وان شاء ترك نعم. أو أقصى إمام أشعري وذهبت المعتزلة إلى أنه بطريق التوليد توليد شيء ذا هو أن يوجب فعل صادر عن الفاعل مباشرة فعلا آخر له فعلا آخر له فعل مباشرة لفاعل صادر بوي أو فعل موجب فعل كديكابة لبو فاعل فعل أول بجني مباشرة يدون بجني توليد توليد حركة اليد كمباشرة لحركة المفتاح يكون توليد حركة اليد مباشرة حركة المفتاح توليدة إجابة المراد هنا أعم من التأثير والأثر الصادق بالكيف وغيره. قبل بيجي برا بحثي توليد أن بحث النظرة صحيح علم بنتيجة كان علم بنتيجة في كيف ما كيف علم ما كيف توليد أن يوجب فعل فعلا آخر أخو أو أنا أو في علني نا. أجبج من جرى معنى لغوي في معنى استلاحي ناكو يا كيف الدماغ قولت جدانا. للغة دات كيفية علم بناتجي بجنة دا فعل. فلان كسر عيلا بنات جيب هيدا كبشن او فعلا انجام دا منظور لفعلا عمل تأثيري ولا اثري برها عيلا بنات جيب اثر دا كو شامل كيف يشتي فإن مذهبهم أن الله تعالى خلق العبادة وقواهم خدا عبده قوى عبدو قواه نيرويت عبدويت خلق كره اما باش والعباد يتصرفون فيها ويجيدون بها افعالا واثارا مباشره وتهوليدا. اما عبد تنن باختراق التصرف اللون قوانا لاتيان بيون قوانا عندك فعل عندك اثار ان جامدة عندك مباشره وك حركه اليد، عندك تهوليدا المفتاح. عندك مباشره وك النظر الصحيح، عندك تهوليدا وك علم بالنتيجه. وعلى وزانه قرائك وقياسة مذهب خود يقولون بأن الله تعالى خلق الناظرة خدا زيد كن وخلق خلق وهو خلق النظر لنفسه مباشرة زيد نظر بخو خلقتك بخو خلق نظر هو مباشرة والعلم بالمطلوب توليدا علم بناتج خلق هما زيد خلق هما توليدا فلم يسند خلق النظر ولا العلم بالمطلوب ولا العلم بالمطلوب إليه تعالى نخلق نظر نخلق علم بمطلوبه مستقيم مستقيمًا اسناد نادن بولاي خدا اسناد بولاي عبده اجابتا بالواسطه اسناد دن خدا اما مستقيمًا اسناد نادن بولای خدا صفه معتزله وذهبت الفلاسفه الى انه بطريق الوجوب الاعدادي ايلا بنتيجه لازم نظر صحيحه وجوبك اعداديه شتو بناء على ان النظر يعد الذهن اعدادا تاما لقبول العلم <مستقيم> بالمطلوب <مستقيم> بجن <مستقيم> شكون وقت انسان نظر صحيح كير او نظر صحیح ذهن و آماده کرد به آمادگی که تو بو این علم نتیجه قبول بکرد تازه تو زمینه و شرایط فراهمه فلو لم يخلق فيه بعده لازم البخل اگر خدا متعال علم بنتیجه بو عبد خلق نکتن پشت این دیگه نظر صحیح که لو ذهن او آماده که تو لازم ت بخل بو چه خدا علم بنتیجه بو خلق نکرد خدا بخلی کرد و هو من المبدا الفياضي محال جف قالوا بالوسائط بجن واسطه و تن واسطه اعدادی ها برقیه ها واسطت اهل سنت واسطت عادی نه واسایتی که اوانا بیان اعتقادن واسایت اعدادی نه تشترس ها خدا واجب تکن واسطت عادی دا وجوبک چنینه اما و بی سلب اختیار عنه فی خلق الحوادثی تعالی عن ذالک علوه کبیره بیشان اصلا خدا اختیار خلق لخلق ساده خلق همه حوادث به شرائط هایه اگه شرایط این معده فراهم بود، اعداد تام و زمینه آماده بو واجب خدا و حوادث خلقی بدون اختیار لخدا صادر تبن یا لعقل عاشر صادر تبن و عقل عاشر جی لعقل تاسع و ای که لعقل اول عقل اول جی بالعجاب لخدای صادر و حال همه معتقدن بوینده که خدا فاعل موجبه والعیاز بالله مذهب چارم و ذهب الامام رازیو الى لزومه لنظری عقلیان بجل لزوم علم به نتیجه لازم نظری؟ اما لزومه کی عقليه. أما اللزوم عقليه وفرقها يا فلاسفه يا معتزله غير ناشئ عن التوليد والإعدادي. ما بيجي التوليد هيا الإعدادي هاي بيجي اللزوم عقلية. هاي. المتابع نقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين أو قرتنى إمام الرازي نها، قول إِمَامَ أبو بكر الباقلاني إمام الحرمين بل قد صرح الإمام الغزالي بأنه مذهب أكثر أصحابنا أكثر أهل السنة مذهبهم أوايا كل زمكي الزمكي عقليا عقلية والوجوب العادي مذهب بعضهم وجوب عادي مذهب بَعْضَكَ منسوب أما كما في شرح المقاصد بوش لزوم عقلية فإن بداهة العقل حاكمة بأنه من علم الجنس والفصل القريبين لشيء علم ذلك الشيء أصلا عقل بالبداهة حكمت كات مثلا أنت جنس وفصل قريب إنسان الظاني حيوان ناطق تظاني إنسان حيوان ناطق حيوان جنس قريب إنسان ناطق فصل قريب أجد تأوان الظاني نتمرات تبكير أنت حيواني ناطق أو علم بمهات إنسان بتحاصل نبي ما ممكنه حيوان ناطق تمرتب بك يبكي تعريف بو إنسانة اما علم بماهيه الانسان إنسان حاصل نابد نابد ناو دشته عقلت بجوا ان من علم المقدمتين اي ان العالم متغيرون كل متغير وكل متغير حادث وحصل في ذهن هات هاتان المقدمتان على هذه الهيئه وجب ان يعلم ان العالم حادث أنا كسيكو مثلا صخره تصوري كره العالم متغير يقين بجيب پیدا كره يقيني پیدا كره كو كل متغير حادث أونا مراتب جد كذا، متغيرة، هر متغيرة حادثة؟ عالم، جد متغيرة، هذا يقين حاصل ما بيكو عالم حادثة؟ قطعا يقين حاصل البته وليس العلم العلم الثاني حاصلا بالإعداد ولا بالتوليد، أما إعداد التوليد شنينا؟ علم بنات جدة إعداد التوليد شنينا؟ <applause> بو. أما أنه لا إعداد كما عليه الفلاسفة فلأنه تعالى مختار في جميع الممكنات. إمام راضي بيجي مختارة، إلا دوج خدا مختارة، فلاسفة خدا موجبة. من ناخذ بس تبي الى اعدادك شنينة، واما انه غير متولد من النظر فلان جميع الممكنات مستنده الى الله تعالى ابتداء توليد الجنات شنو كان امام الرازي لاهل السنه تقول بجيت خدا خالق افعال عبادة افعال عبادة حميها خدا خالق تكامل ماني آخر توي الممكنات خدا ابتداء جاء البتا إمام فخر الرازي ماذا بيودو إشكال اللي قرتنا فأعتر عليه بأن هذا مخالف لكل من أصلي الأشعري مع أن الإمامة تابع له اعتراض لقول امام رازي وجرنا قلنا او قول مخالفه لبو هر دو اصل الإمام اشعري هر دو كده اعتراض وارد دو اعتراض هم مخالفه جا اصل اول هم جا اصل دوم دو كده امام رازي بخو تابع امام اشعري العقيده بو مخالفه اصل أولا اما مخالفته مخالفته له في الاصل الاولي اخي اصل اوله ابو جميع الممكنات مستنيره الى الله تعالى ابتداء لا. او اذا هذا لانه لم يسند العلم اليه تعالى ابتداء. علم بالناتج ابتداء نسبة هذا ولا خدا بل بواسطة النظر الموجب له. علم بالناتج نسبة هذا ولا يخدها، بواسطة النظر الصحيح وموجب علم بالناتجية. قلت له علم لا علم نظر صحيح لازم تيد. مستقيما نسبة هذا ولا در دار حالك اصل إمام يشعريه استناد استنادا حماما ابتداء. وعما وأما في الثاني أصل دونك خدا فاعل مختارة إمام الرازي مخالفته يكير بو فلأن معنى كونه تعالى قادرا مختارا صحة الفعل والترك عنه بحيث لا يجب عليه ولا عنه شيء أو خذ علي مختار يعني عليه مختارا الدروس في فعل ينترك بكير نال سر خدا واجبا نعنه نا وجوب عليه هيا دي حالك والامام الرازي لم يمشي عليه إمام الرازي لسر وأصل حركتنا كليا بو بنا بجي علم لوجوب فلان فانه ان اراد بوجوب العلم عقب النظر عقلان منظره بوجوب واجب عقلان يعني وجوب صدوره عنه تعالى بواسطه النظر الصادر عنه بالاختيار عقلا واجب يعني واجب علم بنتيجة الى الصادر بيتم بواسطه نظرك الصادر الى خد بالاختيار أو فقد اثبت الوجوب عليه بواسطه بعض الممكنات او بوجوب عليه ده. بواسطة خلق نظرة صحيح كو بالاختيار خلق يربو واجب علم خلق بكت لسر خدا واجب أبي وجوب عليه كو اه كما أثبت المعتزلة وجوب الأصلح عليه بواسطة رعاية المصالح الأعيدة للممكنات بشن خدا شن رعاية مصالح الأعيدة للممكنات تكت لسر خدا واجب دبي أصلح خلق بكت دي أوجه هذا و این اراد وجوب صدوره عنه تعالی بواسط نظر المعد الواجب صدور عنه بواسط آخر وهكذا. معد آخر و هاکذا اگه منظور اول وجوب عقلی او بید بشه ولی علم نتیجی واجب اله خدا صادر بی خلق بکد بواسطا این دیکن نظری خلق کرد نظرکه معد ده زمینی فراهمت کد نظرکه واجب صدور اله خدا بواسطا معد ده ایدی که معد ده ایدی که هاو تو پی استعدادات جی بینه لجانب ازل دا هی یکی زمینی بویادی که فرهمت کردن دیالا پس که هتو بیتن همه جه واجب و صدور اللي خدا عنه متعال او علم به نتیجه واجبه چون این معید دیوی ها بو که زمینه فرام که او جی نظره صحیح ها نظره صحیح واجب خلق بکید چون که مقدماتی دوی ها اوه او به ترتیب پی راه و ها کذا پی فقد اثبت الوجوب عنه او بیا وجوب عنه بیا ایجاب دا بواسطة الإعداد أو مثلا مسألة إعدادكو فلاسفة بمعتقدم بس على أي حالين إمام أشعري تقولي وهشتوا معنا بكاي قد بجيتن والله وجوبك عقلي وهاي جاء ين المعتزلة معتز لا ين فلاسفه أصل دوم إمام أشعري نويدا مم. أما وقال قال السيد المحقق إن الاعتراض الأول وارد عليه وأما الثاني فلا سيد شريف الجرجاني أمرت اعتراض أول وارد تبي تساي إمام لا لأصل أول ده مخالفته اما أمر لأصل دوم دا مخالفتنا كذا اعتراض دوم وارد نويدا بو لأن وجوب بعض الأفعال عن بعض عقلا لا ينافي كون ذلك الفعل الواجب مقدورا شنو قبل إما ما بعض أفعال خدا واجبا لبعض زي كره واجب عقلا مم. مثلا نظرة صحيح خدا خلقتك بالاختيار أما علم بنتيجة لوي نظرة صحيحة لا لازم تد عقلا مم. واجب عقلا خدا تبارك وتعالى علم بنتيجة خلق بك دي أوا منافيين دينك أو فعل دوم كواجبة كو مقدور بیدن واجب اجی اما ها چی اجی؟ مقدوره. مقدوره این شاء فعلا و انشاء شاء به اگه واجب اجی تو مقدوره بجا واجبی لغیری هیه چون که خدا نظر صحیب و انسان خلق کرد واجبه که عقلیه را لازم تیت علم به نتیجه خلق بکرد اما باری تعالا لخلق علم به نتیجه ده هم مختاره چون مختاره؟ چون که لی؟ لخلق و نظره نظر صحیح ده مختار بو اذ یمکنه ان یفعله و ان یترکه چون که خدا ممکنه وی فعلا دوما کو واجبه انجام بداد و ممکنه ترک بگد این شا افعاله و این شا چطور ممکنه انجام بداد، بی ایجاد ما یوجیبوهو بی ویندی که ما یوجیبوهو ایجاد که که هم نظر صحیح چه جی ترک بگد به چه ترک بگد بی ترک ما یوجیبوهو بی ترک خلقا نظر صحیح که موجب علم به نتیجه کما اشاره الهی شارح المقاصدی علامه تفتازانیش او تشتوی اینان ده. اما فأجاب عنه بعض المحققين بأن الشيء منهما لا يريد عليه بعض المحققين كو علم فكر عبد الحكيمة أنا بجيت النا ولا هي شيء كلون اعتراض أنا واردنا بس إمام رازي اللي هيش أصلا كده مخالفة إمام أشعري ناكرية ها قولي وقولي خدي إمام أشعري يجي بو أما الأول لأصلي أول مخالفة ناكرية بو شكو فلي معنى استناد الممكنات إليه تعالى ابتداءا على رأي رأي الأشعري منزله بيشيل ابتداءني منظور یعنی اصلا لزومک چنین نه نا بین بعضی ایلم ممکن است که بعضی دیگه لزوم چنین نه نه نفی لزومی نه کرد منظور امام اشعری اوه ابتداعا یعنی واسطه تولیدی و اعدادی چنینه نه لزوم چنینه منظور آ توقف چنینه تو بشه فعلا که خدا متوقف بیست فعلا دیگه بدون فعلا اول نشید فعلا دوم انجام بدد او توقفه چنینه نه لزومی این کار ناکت امام اشعری خواه نو بین بعض افعال در لزومی هیدا خواهش این کار نکرده منظور امام اشعری چیه نفی و اشتراط بعض افعالی تعالی به بعضین و نفی توقفه علیه علی طریق تولید و اعدادی یعنی بعضی افعال خدا مشروط نین به بعضی دیگه متوقف نین سبع بعضی دیگه به واسطه به تولید و اعدادی متوقف نین لا نفی لزومی بعض افعاله لبعض مطلقه ما معنا او نتو بي جولا بعضي لا افعال خدا اصلا هل لازمي بعضي دهنين لزوم نو بينه ده چنينه بو چتو چتو زنه منظور الله اشعري ضروره ان الأشعرية قائل باللزوم العقلي با بين بعض الممكنات, خدي قائل بين الممكنات وبعض شكو تشكي بديه خد امام اشعري جو قائل بي بين بعضي الممكنات وبعضي كده لزوم عقلي هيدا كده مثلا فانه لا يمكنه انكار ان أن إيجاد العرضي يستلزم إيجاد المحلي وأن إيجاد الجسم يستلزم إيجاد أجزائه اللا متجزئة إيجاد عرال مستلزم إيجاد محلي يعني ما قال عرال بدون محل ممكن أخلق بيدنا خد عرال لك يخلق بكات بدون جوهر. أنا بتاع عرال هنجي قائمة بالجوهر وهذا بانجي دي قائم بذاته خوب نوتا عرالها دي بس نكن نابين خلق عرال وخلق جوهر كهارد فعلي خدانا لزومي هاي لزومك كعقلي هاي بل. خلق جوهر لازمه که عقلی و خلق او اگر خلق جسم مستلزم خلق اجزاء جسمی لا تجزا گفت جسم مراکب از اجزاء لا تجزأ عقیده اهل سنت دیگوشه خدا جسم که خلق بدون اجزا ممکن ناپدید در جسمه بدون اجزا ناپدید در جسم خو من این آخر بس که تو ببین خلق جسم فی علا خدایا خلق اجزای جسمش فی علا خدایا اما خلق اجزاء لازم خلق جسمی به که عقلی امام اشعری نشید این کار بکدن عوید که بدیهی چون کن و حاصل هو خلاصه و قصی اوه ان معنى الاستناد الابتدائی عنده الا يتوقف الشيء من افعاله على شيء منظور الاستناد الابتدائی اوه یعنی فعل خدا هندک متوقف سیادی کنینن متوقف چه معنا متوقف بی الله یمکنه وجوده بدونه تو به جالب بدون ولی خدا نشو یاد که خلق بکنه او توقفت چنین آقا توقف اذا تقدم و تاخر یعنی موقوف علیه مقدم سا موقوف که به حسب زمان اما او توقفت چنین لزوم معی و ها لزوم معی خلق جسم و خلق اجزا خدا پیک وقت کرد او لزوم معیه اما توقف به جوله اولی خلق جزء او بکد به ترتیب به تدریج به در پیرا به خلق جسمه او تشتت چنینه تو به جوله مستقیما نشید خلق جزء و جسمه هات کو پیک بلكو توقف يعني أو توقفات شنينة آه وهذا كما هو رأي الأشعري مسلم عند الإمام الرازي دي أو أصلا بمعنى إيه رأي أشعري وإمام الرازي قبول هذا ولا يخالف فيه خال... إمام الرازي مخالفة أشعري ناكل إيه حيث يقول بلزوم بعض أفعاله لبعض بدون توقف عليه بدون لزوم هي أما توقف شنينة لاتفاق العقلاء على أنه تعالى قادر على أن يخلق العلم بأخفى النظريات بالعلم بلا نظر أصلا توقف شنينا تبجو ولا بدون نظره صحيح خدا علم بنتيجة خلق بك بو ناشيت بلي والله أخفى النظريات جي خدا خلق بك بو إنسان بدون من نظر وفرق بين التوقف واللزوم مثلا بين التوقف واللزوم ده فرق يعني هل لزومك توقف نينا لزوم لتوقف عام تره فإن الإحراق لازم للنار، لكنه غير متوقف عليه. إحراق لأجر لازم تيتا لمماسة النار. أما توقف هيا تبي بدون أجر إحراق شنابيتا؟ لا ولا لإمكانه بشيء آخر. إحراق شيء بيتشيد كخلق. آه. وتحقيقه جا... تحقيق فرقنا بين لزوم التوقف هذا فرقاً أن لازم الشيء أعم من الموقوف عليه. لازم الشيء اللي عليه شيء عام حم موقوف عليه هيك لازمة أما حمل لازمة موقوف عليه نين. نين. بعض إلى لازمة موقوف عليه نين. لأنه ثلاثة أقسام لازم سي قسمة لازم متقدم لازمة متقدمة سما كلمة كالموقوف عليه بالنسبة إلى الموقوف موقوف عليه بالنسبة للموقوف اللازمة بل. أما لازمة متقدمة ذبي موقوف عليها موقوف أكيد وَلَازِمٌ مُتَأَخِرٌ لازمَ جَهِي مُتَأَخِرَ كَالْمَعْلُولِ بِنْ نِسْبَةِ إِلَىٰ عِلَّةٍ تَامَدِي دَبِي عَوْلِ عِلَّةَ تَامَهَا بِتَنْ قَاشِ مَعْلُولَ كَهَا بِتَنْ أول لازم اكيد متاخر كالمعلول بالنسبه الى عله تامده دبيع عوري علتها ماهبتن كاش معلولك هبتن اول لازم متاخره ولازم معي لازم اكيد لازم معي كاحد احد معلولي عله واحده بالنسبه الى المعلول الاخر مثلا طلوع شمسي علة لبو دو هم علة إلا لبو إضاءة العالميه هم علة لبو وجود النهاري هر دوك معلول لبو طلوع الشمس ملي. إجا أو ديونا بيكو أمو هر دوك لازم ديك دونا أمو لازم نعينا هر دوك جيك دونا ليك جدونا بنا يك مقدم لنا يوم أخرنا ليا ديك ها طلوع الشمس هبو هم إلاءة العالميه هم وجود النهاري هم معلول بالنسبة لتومام وزمانيون يكينا آخر زمانی وان یک نینا به معنای زمانی وان یکی یعنی آن فاصله ننا بین آن فاصله نینا یعنی ایلا تا آن اول دا معلول آن دو آن اکه دیگه نبت فاصله نا بین توجه تبه؟ آن تو یا منظور متأخر متأخر که ذاتی ویه هست تأخر ذاتی یا تأخر زمانی وی آن امام آمدی تین دا تأخر زمانی به معنای یعنی آن که دیگه فاصله نینا آن ایلا تا آن اول آن معلول آن دوم ایده آن اینا بده فاصله آن اول که خلاص بود آن دوم ده معلول خلاص بود آ به معنای باشه اینجا و غایت ما لازم کلام الامامی نهایت اتشت کل كل کلام امام رازی را لازم, آخره. ایل افعاله ایل افعاله ایل لازم دید اویا ان یکون بعض افعالی المقدوره لازما لبعض اخر بجی بعضی ال افعال کو مقدور خدا نه لازمی بعضی دیگه نه خونا بشه متوقفن سبع دیگه بجی لازم لازم بله كأن يكون خلق النظر وخلق العلم بالمطلوبين معلولين لتعلق الإرادة بهما معا خدا خلق النظر يشكت خلق علم مطلوب يشكت معلول بتعلق إرادة وقدرة خدا تبارك وتعالى به معا إرادة وقدرة خدا تعلق يريتم بخلق النظر وخلق العلم المطلوبين معا بيكوا هر بيكوا خلق بس أما توقفك شنينا تقدم تأخرك شنينا بين واندا لا يكون أحد الفعلين متقدما أو متأخرا بالذات عن الآخر حتى تقدم تأخرا بالذات شنينا حتى يثبت التوقف بينهما بجرة توقفنا بين دوية نعسا هاردوك معلولة إرادة وقدرة باري تعالى نكو خدا إرادة وكرة بالفعل هاردوك بيك وخلقت قدرتكش قدرتك بالفعل هاردوك بيك وخلق حالبنا ذكو عسن إضاءة العالم وجود النهار بطلوع الشمسي ايه او هيكي لوان متوقفه سياده لا ده حاله كي دا بيك ونجي هرج معلول يجعله اجا واذا لم يوجد توقف بينهما يكون كل منهما مقدورا لفاعله ابتدالا وقت التواقف شننا وان وندو فعل وندا باس هادوك مقدورا بفعلك الله تعالى ابتداء مقدورا يعني خذ اختيار ابتدائي يعني شو مقدورا بمعنى عدم الاشتراط بالآخر، اشتراط شننا توقف شننا يك الوان مشروط بهذيك إذن كل من خلق النظر وخلق العلم بالمطلوب مستند اليه تعالى ابتداء يعني شيء ثاني من غير توقفين، فالاستناد اليه انما هو ابتداء بس تولي وعس لا مخالفه قايما ما علي ناكر لا أصل الدوم ده أما الثاني فلأنه تعالى مختار في كل من الفعلين لخلق النظر الصحيح ولا لخلق علم لا هرقد اختياري هاي أما اختياره في خلق النظر فالظاهر خلق كده ونا بل خلق علم مطلوب باش كيو عندكو النظر صحيح خلق كير علم مطلوب شي خلق نا كده تبجي لازمك عقلياً آخر حتما دو هذه بيتين بجولا نخي لودج خدم مختاره، واما في خلق العلم بالمطلوب فلان لزومه لفعل اخر له تعالى مع كونهما معلولي علة واحدة اعني تعلق الارادة بهما لا ينافي اختياره فيه. خمنا في اختيار خداني ناخد مختاره. بلا لزومه هي. اما مختاره. فلا ينكره احد من العقلاء ولا يسع الاشعرية انكاره. اما الاشعرية شيء انكار بكت هيج عاقلكش بكت او كومنا في اختيارات او گفت گفت با علم به نتیجه خلق علم به نتیجه متوقف سر غیر اراده خدا متوقف اصلا معیدات است تو هنگ خدا اختیار دی داشت ایجاب خدا خلق کرد اما امام رازی خو انا بیشتن و انما المنافی له یعنی توقف او على غیر ارادتی کل معیدات علی ماذ بالحکماء دی خو لا امام رازی و کمالا لا یقول به, به الاشعری حالی بنا جو قوراج بو ما حزم نابیدن آخر علم به مطلوبی علم بالمقدمتين نظر صحیح و علم به منفک نابیدن حچی وقتی علم به نظر صحیح حبو علم به نتیجه های لی جدا نابیدن محاله لی جدا بیدن بچه با. تو خدا تیدا مختاره از نشم هزم کن مختاره این انشاء فعله و انشاء ترکه ایراد حتی وقتی نظر صحیح ها بیدن و علم به بو انسان حاصل بیدن علم به نتیجه واجبه ها محاله کچنه بید با. تو مختار بود بقي أنه قد يتوهم أنه لما لم ينفك خلق العلم بالمطلوب عن خلق النظري لم يبقى له تعالى اختيار فيه بعد خلق النظري بشتي وينديك خدا النظر خلق كير خلق علم بالمطلوب ده خدا اختيار شنة شكوني حتما علم المطلوب هبيتن ده ما هو سأمر كده وهذا توهم فاسد أو توهم كغلطة ابو لأنه لما قررنا أن بين النظر وخلق النتيجة ارتباطا بطريق اللزومي بطريق اللزومي ما قلنا بين النظر صحيح وخلق النتيجة اللزوم بهاي إذا كل لزوم هي فمعنى الاختيار في إيجاد العلم بالمطلوب هو الاختيار في خلق ما يوجبه أواك خدام مختار لخلق ولإيجاد علم بمطلوب ده منزل أو يعني خدام مختار لخلق تشتكرا كم موجب علم بمطلوب ياك وهمان شيء أعني النظرة وهمان نظرة خدام لخلق نظر مختار بو شيء النظري خلق بك بو إنسان شيء خلق ناكل. إيه نظر خلق بکد علم مطلوبش خلق تکد شیا نظر خلق نکد علم مطلوبش خلق نکد پس علم مطلوبی داشت دی تعالی مختار بوده ف فا و معنی ف اختیاری فی ایجاد العلم بمطلوبی او يا خدا اختیاری هایی خلق نظری او یا خدا اختیاری هایی که ترک خلق علم مطلوبی بکد معنا چه اختیاری های هو الاختیار فی ترک ما یوجب اختیار اهل این نظر خلق نکرد و بعد از ذالک و خلق العلم بالمطلوب بعد خلق نظری بلی پشتی و اندیکو خدا نظر خلق کرد علم به مطلوبش خدا واجب خلق بکرد اما او وجوبه وجوبه که بی اختیاره خدا بی اختیاره خو واجب کرده بو تشیا نظر سعی خلق نکد علم مطلوبش خلق ند بو البته خلق نبیتان خود تشیا جی نظري خلق نکت این مطلوب إيش خلق بکت مش ما يقول توقف چنینه کو كو... هنجي فوجوب خلق العلم بالمطلوب بعد خلق النظر كوجوب الفعل عليه بواسطة تعلق إرادته تعالى بذلك جا أصلا حما فعل يتخده تونا أجا خدتش لك إرادة كير كأنجام بدأتن أصلا خلقامه ما أصلاح دي كام ها لخارج بل خدا اراده وی مل فلان سالی خلق بکرد وقتی فلان سال خدا متعال پی قدرت ها و خلق تکرد خود, خود تخلف و مراده لی درست نینه وقتی اراده خدا تعلق به خلق همو اگر قدرت خودش تعلق پی و اگر تازه واجب از خلق بم ممکن از خلق نبم تازه عدم وجود همه هم ممکن نینه دی از واجب آیا او وجوب منافی اگر خدا بجنه خدا لخلق مختار نبو نه خدا متعال پی اراده خو ترجیح ها خلق آمده و سعدم خلق آمده پس او وجوبه وجوبه که بیل اختیاره بلی واجبه ذی لحظه از خلق به که خدا اراده که رو قدرتی تعلق بیاگیر اما وجوبه که بیل اختیار و بیل ایجاب نبو او منافی اختیاری نه بلکه او معید اختیاریه فوجوب خلق العلم بالمطلوب بعد خلق النظري كوجوب الفعل عليه تعالى بواسطة تعلق إرادته تعالى بذلك لشد في أن كلا من الوجوبين لا ينافي كونه مختارا في ذلك الفعل في اختيار نينة ولما اتفقت المعتزلة على أن الفعل التوليدي غير واجب عليه سنت برخد معتزلة معتزلة برا إنسان دا. ها إنسان بشن اختيار حركة الدات أو مباشرة يا حركة المفتاح اللي لازم بطريقة توليد أو توليدة معتزلة ببرسة هري إنسان زيد لحركة اليد مختارة يعني موجبة بجن مختارة بل حركة المفتاح ده بجن مختارة أخذ بحركة المفتاح واجبة بنا بيقول توليد أو أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخر فعل أول فعل دون واجب تكاد بفعل دون واجبة بتشوف زيد ده مختارة زيد لمقدمه ده مختاره لحركة اليد مفت... مختار بو كحركة اليد موجب حركة المفتاحية بس لحركة المفتاح داش بالواسطة مختارة مالي. ولما اتفقت المعتزلة على أن الفعل التوليدي غير واجب عليهم بواجبنا لعدم وجوب الفعل الصادر عنهم مباشرة ومقارنته لاختيارهم شكو فعل أول مباشرة بو انسان تدا مختار بول في على دوم مختاره كما اشار اليه الشريف المحقق والعلامه التفتزاني وقت المعتزله بارا في على توليد دا بارا انسان دا قول بوجوبنا كان فكيف يتوهم ان خلق العلم بالمطلوب واجب على الله تعالى مع انه ليس متوقفا على خلق النظري ولا لازما منه بل لازما له آخر معتزلات بجن فعل دو ما توليدي لازم الفعل أولا لازم من هو متولد الفعل أول متوقف على الفعل أول دي ساجد بجن الفعل دو ما عبدك نينة، باش تو برا خدا اللي بجن الفعل دو ما خدا موجبه در حالي كي لازم من هو جنينا لازم اللي هو متوقف جنينا لازمة كما قرره المحققون وأن الله تعالى خلق النظر الملزومة بإرادته واختياره نظر صحیح کن نتیجه لیرا لازم دید خدا به اراده و اختیار خوبی خلق کرد دیگه هش نه؟ زور باشه و اذا علمت ذالکه وقتی کت او بحث زانی فعلم ان مذهب الامام رازیی و این کان غیر المذهب الاشعری ظاهرا مذهب امام رازی ظاهرا مذهب گه مذهب امام اشعری فرقی هی او گفت عادی امام اشعری بیش امام رازی بیشتن عقلی رزوم عقلی اما لکنه تحقیق و تمحیص له اما حقیقت ده تحقیق مذهب امام اشعری بکره تمحیص و تهذیب قول امام اشعری بکره شتو بحمل قوله باللزوم العادی على اللزوم العقلی و منظور امام اشعری اگر او قول امام اشعری بیتن کل لزوم عادی و منظور اول لزوم عادی چه لزوم که؟ منظور اول لزوم عقلیه بو بناء على ما قرروا انه لا يمكنه انكار اللزوم العقلي بين بين بعض افعاله وبعض اخرات منظور او جلی ابتدا انی اوانم نف واسطه أو أه. أو أه. أو بين و اعداد و تولید او نه منظور او او لزوم هچین بینا هندگ افعال خدا و هندی دیگه دا البته هادا اذا نص الاشعری على ان لزوم العلم بالمطلوب من النظر عادیون حالی نه؟ اجا الصو اما مشعلين نص هابي سوي عندك عين بمطلوب لنا ظريرا لزومك عادية اجا النص اما بجم منزله ولا لزوم عادي لزوم عقليه نعم اما وردة كما نصب اليه من اللزوم العادي بين العلم بالمطلوب نعم وورد وورد كما نصب اليه من اللزوم العادي بين العلم بالمطلوب والنظري تجي هشنا وراد مرودني بالا قشطه ودي ظاهرا غير مذهبي اشعريه ميله نورد اي ورادنا قلنا ورد اذا النص اشعري هبيت كل لزوم علم ما لنظر يصير عاديه اما بيجن منظور ولا لزوم عاديه ولا لزوم عقليه اما اذا النص شنو بيت با. نص اشعلنا بيتان عندك عالما نسبه دبي مشعل ين لا قولاك واستنباط كذلك وان رد و رد صيغه تطابق الصفحه اينده و بحمل اللزوم العادي الذي قال به على ما اذا لم يكن هناك لزوم اخر او بحمل متعلقه بالرديها و رد النوله أو, او لزوم عادي وكهات نسبه نقول مشعل تتكرر كما نسب اليه

إمام أشعري الناس شنينة بل استنبطوه من قوله باللزوم العادي في لزوم بعض أفعاله عن بعضين علماء استنباطي كلا لقول إمام أشعري كو اللزوم لزوم عادية هنا بين بعض الأفعال الباري تعالى وبعض دي إحراق بو اجل آجر والرأي لشرب الماء والشبع لأكل الغذاء والشفاء لاستعمال الدواء قلتنا إمام أشعري وان جانا دي قتل لزوم عادية يا آخر أخي هذا جي فعلي خدانا احراق في على خدايا خلق تماس النارجي في على خدايا مرحبا. الري في على خدايا خلق شرب الماء في على خدايا خلق الري وخلق شرب الماء هذا في على خدانا دي باش امام اشعري صراحه قلت الى ده لزوم عادي ما دام لو لزوم عادي بيه بين خلق علم بنتيجي وخلق نازل ده لزوم عادي علماء لو قول امام اشعري رب الري شرب وشبع اكل الشفاء استعمال الدواء واحراق مس النار قال له ده امام اشعري صراحه قلت له زما عادي وياي قلت له بس ام لو قول استنباط كان ما بين علم بنتيجه نظر سعيد لازم لزما عادي وياي بلا خوش صراحه نقوت بيت ام دي بجن اخي برادر او رد او كهين نسبه دم بلا امام اشعري مردوده بيش مردوده بحمل متعلقه بالردية بحمل اللزوم العادي الذي قال به ام البشير برادر او لزوم عادي كامام اشعري بوغوت قلت مربوط بهندك الافعالا أو كل لزوم عادي هاي اما جي كل لزوم عادي چنينا امام اشعري نگوت اللزوم عادي بو قلت لزوم عقلي لو بوك امام رازي حالي بونا بحمل اللزوم العادي الذي قال به على اذا ما لم يكن هناك لزوم عقليون ده مثال سابق ده فا اللازم فيها لازم الوجود خارجی عادتاً و لیسه عقليا عقلیان خب شفاء شفا و استعمال دوا لازم که عقلی نبو استعمال الدواء لازم که عادی ده اکثران که انسان دوا مصرف کرد خدا شفاء شفا اغلب. گرد اغلباً خب لازمه که عقلی لو ده مش علي عادي و گوید لزومه عادی به اما جی که لزومه عقلی ها بیدن که لزوم العلمی بالجزئیلی بالکلی ولزوم العلم بأحد المطلعين للعلم بالآخر ولزوم خلق الجوهر لخلق العرال وأمثالها وانجيانا دا إمام أشعري ناوج لزوم عادي هيا يعني فإن الشيخ الأشعري أعلى كعبا ومقاما ينوى مقاما من معارضته لبداهة العقول وقوله باللزوم العادي فيها أيضا إمام أشعري قال له إني مصرى يا بداهة عقل دا مقابلة بك لزوم عادي قول باللزوم عادي بكاتن وانا داجي خذي إمام أشعري بارا هند دکتش تا قبل لزوم عادی و کره کل لزوم عقلی تی داشت نبیتن دکو دا مثلا تیر و خارن یا شرب الماء رای یا شرب الماء یا مثلا استعمال دواء یا شفای لو دا لزوم ک عادی وای علما جی استنباط پس ما دام لی دا لزوم عادی هبیت کو اون هر دو جه فی خدا خدانا خلق اون فی علیت خدانا پس علم به نتیجه و نظر صحیح دا لزوم عادی وای امی بجن نخو تحقق نینا قیاس مثلا علم به نتیجه و نظر که بکه سوان مثالانه امام اشعری وان مثالانه دا بگوته لزوم عادیه هی اما لزوم عادی کی داره دا جی که لزوم عقلی چه جی که لزوم عقلی ها بیدن امام اشعری قول لزوم عادی نا کردن لکه مثلا علم به جزء و علم به کله علم به کله مستلزم علم به جزئیه تو کله که بزانی دا محاله جزء نزانی و نه؟ دی باشه بجو خدا علم به کله به انسانه که خلقت کرد. اما علم به جزء خلق نا کرد مگه ممکنه به جور که عادیه عادتا خدا اگر علم به کل خلق کرد علم به جز خلق کرد اما چی علم به کل خلق کرد علم به جز خلق نکرد دیارت چه که بیل بدها باطل اصلا علم به کل عبید به جزش چه نبید هنو کل آخر هنگی هنو بوده علم بیل کل دیگه هش نه یان علم به ابوات و بنوات آخه تصور متوقفه متوقف است به دنیا که تصور نونه کرنی اب من له الابن دبید تو بنواتی که تصور بکر تو به جوالا خلقا علم به باب به ابوات خدا خلق کرد اما علم به بنوات خدا خلق نکرد ممکنه خلق نکرد عادتا خلق کرد شیا خلق نکرد و شاید غلطه و این آخر بلی شیا خلق نکرد اما چطور شیا به اندی که یا اول خلق نکرد علم به خلق نکرد علم به خلق نکرد ای خلق کرد، ای خلق بکرد بلی انشاء فعلی انشاء ترکه اما اگر علم به خلق کرد واجب علم به بنوات حتما خلق بکرد إلى إمام أشعري قائلة بلزوم عادي نا والله إذا أجل لزوم عادي إلى بقائل بيد يعني يعني جبدها تعقل معارضة يكير إمام أشعري اللي هندي ماستر خلاص إذا النص أشعري هبيد برا علم بنتيجي وخلق نظر سيدة قتبي لزوم عادي هيا أمي بجن منزولة ولا لزوم عادي لزوم عقلية قولك أو تأويلك إمام راضي إنا إذا أجل نص أو شنابيدن لا این مثال که امام اشعری قال بلزوم عادی کلی علماء او مساله جلوی استنباط کریں۔ اند بجن استنباط تام کو غلطه امام اشعری او قولا نکید یا قیاس و مثاله هستم مثال دیگه که امام اشعری لواندا قول بلزوم عادی کلی قیاس مع الفارقه مم. امام اشعری مثالی که ده قول بلزوم عادی کلی زوم عقلی شناویدن جی کل عقلی ابد امام اشعری قائل به عقل و کم مساله کو مورد نظر ما پس قولی امام رازی همان قول امام اشعری مخالف قول امام اشعری او قولی که هاتی هست نسبتاً بولا امام اشعری او منصوب بولا امام اشعری یا مؤوله یا منصوب به ونی نه یا مؤوله ده باش جوان هات الو علیکه السلام باشم تشکر اید سلامت آهان دو تو خود جوان بشو یا وای جنوب سرعتی سکت ماست و این همه خرکر نه و تو برای خود دیده ای سیال کوتی و تشریف جوانی و دوانی نخواه کتی دیگه دا محقق دوانی و اما کتی دیگه دا ها پنجوینی لعاب کی دو این آن در حاشیا گلنبی آدابی یعنی کتی دیگه دا تهذیبی دا مثلا و اما به تفصیلی کتی بوداشنی اینجا همه جا هوا هم جمع الجامع ایدا تهزی بیدا گلندای آداب بیدا هر جایی که داین بگه ای تفصیلی بیرا خونه لانه. خب بس. و خلقی جی... عقلی و یعنی وقتی که توجه تو تام کرد بودی تعالی. نه لزوم عقلیش نه. نه. ما من... تام. خدا انتعال شد خلق نکرده بو چه لزوم که عقلی هی؟ فقط اگه که خدا وعد دابید اگه تو توجه تام بگی از بوده خلق کرد ها انده خدا گوره اگه وعد خدا نخواه عقلا چه لزوم اینا و اینا نه لازم مرزون یکی نینه انا قد ما اراده بر تعالى تابع اراده قبليه تتواجه تام نحو الفعل باش دا تابعيه عقلا او بحث بحثي هذا من عادتن. این عادتا تابعیه لافعال افعال اختیاری عبد ده عادتا اراده خدا تابع اراده عبدیه یعنی خدای زانی که او دی اراده کرد ببینی دی خدا جل ازل دا اراده گیره که اگر عبد اراده کرد از بو خلق کرد اجا به مختزا و عبد خدا اگر خدا و عبد بی اگر تو اراده بک از بو خلق کرد س خدا واجب تو بید اما به مختزا و عبد باری تعالی سموجوبه که به اختیاره وجوبه که بالاجاب نینه سمانو فی اختیاری نیم اگر وعد جی ندا بید که وعده اک نه. او لو دا حسن وجوب اک شنا بید هر لزوم اک عادیه هیچ بید کنان بخشه او خوله نده بوا نسبت درای بلا امام رازی ده بوا نسبت درای بلا امام غزالی تو هم سیسیل استاد امام رازی بیا و هم بخوشی تصریح بکرده دوید

دیار امام رازی زورتر تحلیل لسر کرد و, و, أشعري و, و عقدي عقدي يعني آو قول إحياء کرد و تو لدوای قول بل زمی عادم رایج بود ولی نو اشاعیر داد و استنباطیم کرد ولی کلام اشاعیری امام رازی هات و اصلاح کرد و تو لکو امام اشاعیری خو عقیده اصحاب کرامه خو آوان لپیش امام اشاعیری دارند دیو بلای امام بکر دارن امام اشاعیری یعنی آو إحياء کرد آو زوري لسر روش تو تو زغبار کیلاد